مازال لقاء مازال التواصل كيجمعنا بكم مستمعينا دائما من خلال برنامج الملاتي. غادي نمشيو مباشره نواصلوا اخر يوم في هذا الاسبوع المخصص للشيوات من عند سميره. الو سميره. الو صباح النور. صبح الخير لاباس عليك؟ صباح عليك بخير. الله يبارك فيك. الحمد لله بارك الله فيك. مرحبا. بون نبداو اختي. ايه ان شاء الله باش نربحوا الوقت معاك. ان شاء الله باش نربحوا الوقت. لي فينونسي. ايه الوغ لي فينونسي عندنا في المقادير 75 غرام ديال السكر كلاص. انا غنعطي اون بيتيت كونتيتي والناس على حساب لا كونتيتي يضاعفوا الكميه. واخا دونك 75 غرام ديال السكر كلاص، 65 غرام ديال الزبدة، 25 غرام ديال بودر داموند، 25 غرام ديال الدقيق يكون مغربل، و 65 غرام ديال البيض تاع البيض، قولي جوج بيضات صغار. و لاستيوس ديالي انا في لي فينونسيي اللي دختي داك النهار زانين الصراحة الله يبارك فيك، ما تجيش فيهم داك لوغو ديال الزبدة، تندير معلقة ديال لا تريمولين. هذا هو السر ديالهم. واخا دونك الطريقه تنشدو الزبده تنديروها في الكاسروله مع ديك المعلقه ديال لاكريمولين وتنديرها تذوب، ومن الاحسن تذوب على بوطه مهيله باش هذا سميتو باش تتولي لنا كولور نوازيت. والناس العيالات الله يخليك ملي يسمعوا كولور نوازيت راه ماشي يخليوها تتحرق. فهمت غير تبدل لها اللون ديالها. تولي ذهبيه شويه صافي. بلا ما تحرق. واخا دونك في باسين اخرى تنشدو تنخلطو لا بودغ داموند الدقيق و السكر كلاصي تنخلطوهم تنغربلوهم بثلاثة بهم. ايه الوغ في اون باسين وحدة اخرى تنشدو داك البياض تاع البيض تنطربو، انا شخصيا تنطرب غير بيديا غير بصباعي. ايه دونك تنبقى حيت ما عندناش الغرض انه يولي موس او لا، عندنا الغرض غير يتحل ويجرى لينا شوية. ايه الوغ تنبقى تحلقي فيه بيديك ابخي تزيدي عليه النواشف كلهم هذاك الشيء اللي غربلنا تزيدي تبقاي تخلطي بيدك. ومن بعد تزيدي الزبده اللي ذوبنا مع لاكريمولين. في الكاسرونه لتحت تلقى واحد بحال لاباط ولا تلتح حتى هذيك تكرط وتحط الدار معاها. واخا هو فعلي فينونسي. الوغ ملي تنخلطوهم تتغطيهم بالفيلم اليمونتيغ وتخليوهم على الاقل مينيموم واحد 2 ولا 3 هكذاك. واخا انا من الاحسن يباتوا الناس اذا كانوا باغيين يصوبوهم اليوم يعجنوهم البارح ويديروهم في الثلاجه يغطيوهم ويديروهم في الثلاجه ويخليوهم يباتوا. واخا والصباح عادي يخدموا بهم. دونك ملي هذا الصباح يشد ديال السيليكون انا تنقسم لي بارفان. تنخلي واحد ناتخ تنخليه نات وتندير واحد النوع تيغري تنزيد فيه الفيرنيسيل ديال الشوكولا. هادو غالبا تيجيو في دوك لي مول اللي مثقوبين من الوسط باش يلا تتذوقيهم بحبيبات بالشوكولا فوندو او لا الكراميل ولا بياض او لا الكراميل او لا اللي بغيتي. وشكل اخر تنزيد فيه معلقه ديال لاباتا بيستاش. الا ما كاينش لاباتا بيستاش ما تنديرش لاغوم حيت لي زاغوم تيجيو الناس تيدوقوهم تيلقى واحد لوغو مجهد. اي فعلا حتى كيوصل يعني بحال مر اكزاكتومون. لا ما تنديرش لاغوم هو صرا. اي فعلا كاين بعض الانواع ديال الباتيسري اللي كيديروا هذا وكتحسي بالحلوه يعني واخا كتاخذها بالثمن كتلقاي ذاك المذاق شويه مر مقهومه تتلقايها ما قادرش تكملي منها حتى جوج عدات. اي دونك تتشدو معلقه ديال اولا جوج معالق ديال بيستاش على حسب لا كونتيتي اللي عندكم وتطحنوهم مع شويه تاع الزيت. تطحنوهم بعدا في الاول حتى تتميلوا. بغيتو ديروا فيهم معلقه السكر كلاصي ديروا، انا ما تنديروش. تنطحنو حتى تتميل وتنعجنو بشويه الطحنه الاخرى تنزل بالزيت اون فيلي. يلا حتى تتجمع ليا تولي ليا اون باس صافي تنحيدو. هذيك لاباط تنشد معلقه منها تنزيدها فيه تتولي ليا خضراء. ايه كتعطيهم المذاق. تنديرهم دوك لي مول سيليكون اللي ما فيهم لا حفره لا والو غير دايرين. وراهما اللي شفتيها سناء راه فيهم واحد وتندير معلقه تاع ربع تاع المعلقه تاع لا كونفيتور ديال الفخاز ترميها عشوائيه فوقهم. تزيد لهم واحد
الا سمحتي يعني ملي كنقسموه يعني هذا الخليط ياك كنقسموه كنديروا بهاد النكهات اللي عطيتينا، وحده كتخليها نوتر ما فيها حتى يعني كيف ما هي وحده اما فيرميسل شوكولات وحده فيها البات بيستاش ياك، وهذه ديال الكونفيتور فين غنديروا يعني حتى كنكملوا كديرها من الفوق البات بيستاش هكذاك. ايه ملي تديري البات ملي تديري هذه اللي بالبيستاش الخضراء ديريها فوق ليمون فوق في الليمون ديالها تتشدي ربع معلقه كونفيتور وتطرمي من فوقها عشوائيا. هي ملي تطيب كتعطي واحد لو ديسان فوق داك الحمر داك لا كولور غوز كتعطي واحد لو ديسان فوق لي فينونتي. اي مفهوم واخا دابا مفهوم داكوغ. و دونك ديكور على حساب الناس، راه كل وحده على حساب لي مول اللي عندها على حساب. هي دابا تبارك الله في هاد لي مول ديال السيليكون يعني كاين اشكال كثيره، المهم هي القاعده هاد العجينه اللي عطيتينا. فوالا الفكره هادو راه اللي دارتهم راه ما غاداش تندم عليهم. لا فعلا فعلا صراحه يعني انا هادو يعني الحمد لله الله يعطيكم الخير يعني انتم حجوه فاش جيتوا يعني جبتوهم معاكم وصراحه يعني عجبونا كاملين، لانه راه قلت انا ونعاود ناكد انه يعني حتى كاين بعض الباتيسريات اللي ما كتلقايش هذا المذاق صراحه. انا ضقت الفينونسي ولكن نديو لك يعني شكل اخر، لانه حتى ملي كتاكليهم كتشهي انك تعاودي تكملي وحده اخرى ويعني تاخذي حتى الثالثه يعني ما تيكهموش. هو ديك المعلقه ديال الكريمولين واخا ما تتخليش ديك لو غو ديال الزبده ما تتخليش ولا بات خاصها ترتاح. الماكسيموم خاصها ترتاح. وهذوك لي مول سيليكون اللي فيهم مثلا حفره اللي غادي نخرجوهم مثلا نديرو، قلتي لنا ممكن نديرو في يعني الكراميل ياك الحليب مركز كراميل او الشوكولا او الفوندون. واخا ولا الفوندون ولا الفوندون بالالوان. كنتي دايره فيرميسيل باللون ديري الفوندون خضر او اصفر او لا كنتي دايره الفيرميسيل غير بحال ديري الفوندون بيض. اييه المهم هو يكون عندك يعني هاد النكهات ويكون عندك قوالب ديال السيليكون يعني باشكال مختلفه يعني هذه مختلفه الحمد لله دابا ولاو لا تبارك الله وباثمنه في متناول الجميع في المتناول. غير الناس ترد بالها من هذوك تاع الشينوا راه بعض المرات ما تستحملوش الفران يردوا بالهم منهم. وكانوا بعض المستمعات اللي كانوا يعني عائشه سعيدي كنتذكر انه قالت لنا هذوك ديال الشينوا ملي كان باش نعرفوا واش يعني مزيانين ولا لا، قالت لنا انه كل قالب يعني نحاولوا اننا نتنيوه مزيان، الا عطانا واحد الخط ابيض فهما راه مغشوشين. الا ما عطاش هذاك الخط ابيض راه. وفعلا انا دي جربتها ولينا كنعرفوا يعني شنو القوالب اللي مزيانين. بالنسبه للطياب ديالها هي ما كتحتاج للطياب بزاف. نو ميم با دقيقة. سبعة دقائق. اييه. الفران كتشعليه من قبل؟ تشعلي الفران من قبل 180 درجة. اييه. سبعة دقائق حتى 8 دقائق. ماكسيموم على حسب الفران ماكسيموم 10 دقائق. واخا. ما يجيوكمش ناشفين. اييه. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. دونك باقي الوقت. اييه. ناخذوا ديك التورته اللي كنتي قلتي. الكاتو اللي عطيتي. هذا في الكاتو في دوا وزامون. اييه. واخا. هذا كنقول ليلى ام ياسر روعه روعه روعه. لا تبارك الله عليك فعلا. الله يبارك فيك. يعطيك الصحه. هذا سناء تتباع الثمن في الباتيسري. هو ذاك لو كيك اللي تتلقاوه مدورين عليه البابي وخارج البابي من الجناب. هذا مدورين عليه البابي وسوبودري في السكر كلاس. هو هذا. دونك في لاباط غديروا ثلاثه البيضات 150 غرام السنيده. جوج معالق لافاني 150 غادي نعطي الطريقه وكل شيء في نفس الوقت واخا ان شاء الله. هادو غادي تطربو مزيان حتى يبيض الخليط ويعقد. غنزيدو عليهم ثلاثه المعالق تاع الحليب كبار. دونك نزيدو عليهم شويه المليحه و 150 غرام ديال الدقيق مغربله مع 50 غرام تاع البودغ دامون و كيس ونص ديال الخميره الحلوه. اييه. دونك نزيدوهم غير بلا سباتول. ما نطربوش بالطراب. باش تبقى لنا الكيكه باش تبقى لنا عاليه. اييه. دونك نديروها في ان مولا مونكي داك اللي تتحل من الجناب، او ليلى ما كاينش هذاك المهم يتفرش البابي من الجناب ومن التحت. اييه. ويدهن بالزبده المول ويتلصق فيه البابي، سينو الا كان هذاك تندهنوه بالزبده وهذا سميتو تنرميو فيه الكيك. تندخلوها في الفران سخون 200 درجة، تنخليوها طيب 25 مينوت. واخا. أولا 30 مينوت على يعني هذا الماكسيموم 30 دقيقة. لا من 25 الطيبة الأولى.
هذه غير الطيبه الاولى يعني 25 حتى ولا 30 دقيقه حتى 30 دقيقه الطيبه الاولى هكذاك ملي تتقرب تكمل لنا ديك 25 دقيقه ولا 30 دقيقه تنجدوا ليها الدارنيتور ديالها النوغاتين ديالها ايه الوغ في كاسرونه تنديروا 50 غرام زبده 100 غرام تاع لي زامون ديفيلي 50 غرام سكر جوج معالق كبار ديال الدقيق ثلاثة المعالق ديال لاكريم فخيش تكون ثقيلة لافاني ومعلقة تاع العسل أولا الجلوكوز هادو تنطيبوهم في الكاسرونة كلهم مخلطين والله يخليك أسناء جوج معالق تاع الدقيق ديما المعالق ملي يسمعوا المعالق يمسحوهم ما يكونوش عامرين تتعمر تتعمر المرأة المعلقة وتتقول لك لا ما نشهدش ليا أي حنت القياس مش أي واخا هذه من الحاجة المهمة فعلا ديما يمسحوهم ديال الدقيق الوغ تخلطي مزيان هي ملي تتبدا تسخن تتولي بحال النوكا غير المهم ما تخليوهاش تحمر باسكو غادي تحمر مازال في الفران ايه الوغ ملي تتكمل لينا ديك 25 دقيقة أو 30 دقيقة تاع الكيك تنجبدوها المهم ملي نخشيو فيها هذاك ما يكونش ناشف مزيان ما تكونش طابت تنجبدوها تنسرحو فوق هاد النوكاتين ايه وتنعاود نخشيوها 10 دقائق حتى 15 دقيقة في الفران ايه واخا الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك أنا بعتي لي بصورة صراحة ومني يعني تبرد ومني تبرد ترشوها في السكر بلاصي راه ما نقولكش عليها راها غاية تبارك الله عليك سميرة الله يعطيك الصحة وكنشكرك بزاف كان أسبوع مميز جدا وأنا عارفة عندك بزاف ديال الاقتراحات اللي بغيتي تفيدي بها المستمعات وأكيد إن شاء الله هذه البداية ونبقاو دائما على تواصل إن شاء الله شكرا لك بزاف سنة أختي واحد ماشي تحية ماشي إهداء واحد دعاء ندعيو مع الأخت هند اللي معروفه عندنا في الفيسبوك شهين تلقى وليداتها ونتمنى نتمنى ان شاء الله نشوف الوليدات نتمنى ان شاء الله ندعيو ان شاء الله نتمنى ندعيو معاها مسكينه تلقى وليداتها ان شاء الله نتمنى انه ان شاء الله يعني يكونوا غير عند الاب ديالهم ان شاء الله ويرجعوا ليها على خير يعني في هذه العواشر ان شاء الله تبارك الله عليك سميرة شكرا لك بزاف بزاف على كل هاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا هاد الأسبوع وحنا كنهديوك أغنية شاب خالد